أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً منذ اللحظات الأولى التي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها بإجبار المواطنين بالإخلاء الفوري من منازلهم في منطقتي الترج والتفاح وأيضا البلدة القديمة لمدينة غزة. هذه المنطقة الواقعة في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، هذه المنطقة التي نزح منها السكان مرة أخرى، وهي تقدر بمئات الآلاف من العائلات التي نزحت إلى المنطقة الغربية لمدينة غزة. ونقصد بالمنطقة الغربية هي منطقة خيبر والصناعة التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة، لكن بالطبع في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة منذ هذه اللحظة التي أعلن فيها الاحتلال الإسرائيلي أي عصر هذا اليوم، حيث قام بإبلاغ المواطنين بالنزوح تحت زخات الرصاص وقصف المدفعي المتواصل حتى هذه اللحظة ونحن على الهواء مباشرة. الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف المنازل المواطنين في تلك المنطقة في ظل أيضا استمرار التوغل الإسرائيلي في حي الشجاعية وهذه المنطقة المجاورة لبعضها البعض، حيث قام بإطلاق عدد من قذائف المدفعية والغارات الخارجية على منازل المواطنين في منطقة التفاح ومنطقة السنافور، وتم نقل عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى كمال عدوان وإلى مستشفى الأندلس في شمال قطاع غزة. نتحدث عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإجبار المواطنين وإجبار الجرحى في داخل مستشفى المعمداني، هذا المستشفى الوحيد الذي كان يعمل في مدينة غزة. اليوم هذا المستشفى خرج عن الخدمة في ظل التصعيد الإسرائيلي تجاه المدنيين في مدينة غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة وأيضا النزوح قطالة الجرحى بداخل هذا المستشفى ونقلهم إلى مستشفيات شمال قطاع غزة التي هي بالأساس أيضا تعاني من وضع صحي صعب في ظل وقف عملية الإنجازات الطبية إليها وفي ظل الإمكانيات الصعبة التي تعيشها على مدار الساعة، وخاصة في ظل التصريحات الجديدة التي صدرت عن مدير مستشفى كمال عدوان التي أكد على خروج المستشفى خلال الساعات القادمة إذ لم يتوفر الوصول من أجل إنقاذ حياة المرضى والمصابين في داخل المستشفى. وكذلك الأمر كان هناك تصريحات واضحة لرئيس مستشفى الأندلسي دكتور مروان السلطان الذي أكد أن مستشفى الأندلسي اليوم بعد توجه الإصابات وحالة النزوح الكبيرة. حمزة اسمح لي فقط على هذه المقاطعة، ولكن هذه الغارات هي الأعنف منذ شهر تقريبا على القطاع، وهي سلسلة من الغارات والأحزمة النارية العنيفة. هل هناك أي دوافع واضحة لهذه لربما الأحزمة النارية؟ هل هناك أي معطيات قد اختلفت على الجبهة لتكون دافعا لشن هذه السلسلة من الاستهدافات المكثفة؟ أعتقد يعني المشهد الذي شاهدناه هذه الليلة كانت هناك تنفيذ وشن عدة غارات على شكل أحزمة نارية قد نفذت في المنطقة الشرقية مدينة غزة تحديدا في محيط منطقة حي التفاح. هذه المنطقة تم قصفها بعدد كبير من الغارات الإسرائيلية، حيث يعني الاحتلال الإسرائيلي في العادة يقوم باستهداف المنازل من خلال هذه الغارات العنيفة، وبالتالي هو الآن قام بعملية تدمير واسعة للمنازل وللشوارع والبنى التحتية كما حدث في مرات سابقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي وكما شهد شمال قطاع غزة هذه الغارات مجددا. نتحدث عن استمرار لهذه الغارات، الاحتلال لم يكتفي في قصف منطقة شرق مدينة غزة بل قام بقصف منازل أخرى في المنطقة الغربية لمدينة غزة. نتحدث عن استهداف ثلاثة منازل في منطقة الشاطئ وخلفت وقوع شهداء وإصابات تم نقلهم إلى مستشفيات شمال قطاع غزة. نتحدث عن استهداف شقة سكنية في منطقة الثلاثيني قبل لحظات من الآن، والمعلومات الأولية تقول أن هناك عدد من الإصابات. نتحدث عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في منطقة جبالية البلد وخلفت القوة يعني 7 شهداء على الأقل وعدد من الإصابات وفق المصادر الطبية. إذا الاحتلال الإسرائيلي وسط أن غاراته لم ينجز هناك أي حجج أو بالأحرى الاحتلال لم يحتاج أي حجج أو ذرائع من أجل ارتكاب هذه المجازر، بل هو يمارسها ويرتكبها على مدار الساعة، وبالتالي المواطنون والمدنيون في مدينة غزة الآن يعيشون وينامون في الشوارع تحديدا في محيط منطقة دوار خيبر ومنطقة الصناعة التي أيضا الذي ادعى الاحتلال أنها آمنة ما زالت تتعرض لتلك الغارات. نتحدث عن بالعودة إلى موضوع الأزمة الصحية، استمرار هذا التغول الإسرائيلي واستمرار هذا القصف العنيف الذي
قام باستهداف فيها عشرات المنازل في منطقة التفاح ومنطقة السنافور وحي الدرج والبلدة القديمة في مدينة غزة اليوم تخلف وجود عدد كبير من الطابات. كان مبدا هذا اليوم تصريحات واضحة للخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ، قالت بأننا غير قادرون من التمكن للوصول للإصابات والشهداء المتواجدين في الشوارع في تلك المنطقة بسبب شدة القصف الإسرائيلي المتواصل، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يمارس أكاذيبه ويمارس إشاعاته التي يضلل فيها الرأي العام بأنه يعني قد يتذرع بوجود هنا بعض المقاومين أو هناك، ولكن الحقيقة أنه يستهدف المدنيين ويقوم بارتكاب المجازر بحقهم، وبالتالي هذا يؤثر على عمل الطواقم في الميدان. وبالإضافة إلى ذلك نتحدث عن تصريحات صدرت عن الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أكد بأن الطواقم التي كانت تعمل منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد أنهكت، وبالتالي قد وجه نداء ورسالة بأن نسمح الاحتلال بدخول الطواقم التابعة للهلال الأحمر من الضفة الغربية إلى قطاع غزة من أجل مواصلة دورها الإنساني في إغاثة الشعب الفلسطيني وإنقاذ المصابين والمرضى. الأوضاع نتحدث عن سوء كبير في الأوضاع الميدانية. بالإشارة بالإضافة إلى ذلك دعيني ننوه أن الاحتلال على مدار الساعة حتى هذه اللحظة يقوم بمواصلة القصف المدفعي وهو يمارسها بشكل متقطع. هذا القصف الذي قال منطقة الشجاعية ومنطقة السنغور ومنطقة المنطقة الشمالية لحي الزرقاء ومنطقة حي التفاح والدرج والبلدة القديمة. الأصوات التي تسمع على مدار الساعة هي ناجمة عن قيام تفعيل الاحتلال باستهداف منازل المواطنين بشكل مباشر، وقد أوقع هذا العديد من الشهداء والإصابات. أيضا كان منذ حوالي ساعة من الآن كانت هناك إطلاق لعملية القنابل الضوئية في تلك المنطقة، وهي هذه القنابل التي بالعادة الاحتلال يطلقها من أجل التمهيد لعملية توغل أو لكشف طبيعة هذه المنطقة التي يريد الدخول إليها وهي منطقة التفاح والضفة. الأوضاع صعبة جدا، تزداد سوءا في ظل التطور الاستراتيجي الذي يزداد على مدار الساعة. عم أشكرك حتى اللحظة على كل هذه التفاصيل من غزة، مراسلنا حمزة حمد.